ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور ال 32 من الموسم التاسع لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم التاسع من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 3,870,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة شرفانا في الاستوديو من محافظة الشرقية، نرحب كلنا بمدرسة أبو بكر الصديق. مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة، أنشأت المدرسة عام 2000 في رحاب مدينة الصالحية الجديدة. تسعى المدرسة من خلال إيمانها برؤية مصر 2020 لتقديم خدمة تربوية وتعليمية مستدامة تقوم على كادر أكاديمي متميز. توجت المدرسة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في إلقاء الشعر وتحدي القراءة العربي والدور الثقافي لمراكز الشباب. حماس المدرسة أبو بكر الصديق في ماتش النهاردة 8 طلاب هتزي منهم 4، وأول واحدة فيهم سلمى سمير. دي أول مرة نشارك في برنامج العباقرة ودي تجربة حلوة جدا، وأجواء الاستوديو حلوة جدا بس موترة شوية، بس أنا عندي ثقة في الفريق اللي احنا إن شاء الله هنقدر نعدي الدور ده ونرجع لمدرستنا بالكاس. أحمد حمدي. احنا اكتشفنا في التحضيرات اللي احنا عندنا نقطة ضعف في الأدب، ولكن عوضها في مجال العلوم والجغرافيا، وأنا واثق من زمايلي وإن شاء الله نتأهل لدور الـ16. روان الرئيس. العباقرة غيرت فيها حاجات كتير، زي إن أنا زادت ثقتي بنفسي وقرأت في مجالات كتير، وأنا واثقة في فريقي واثقة إن شاء الله هنتأهل لدور الـ16، ومع كل دور هتزيد معلوماتي أكتر. محمد عصام. شحن زملائي ان اكون فقط تحت ضغط، وان شاء الله ربنا يوفقني واكون عنده حسن ظنهم واقدر اجاوب على اكبر عدد من الاسئله عشان نقدر ندخل الفقره اللي بعد كده واحنا مرتاحين بدون اي ضغط. ابو بكر الصديق، الحمد لله على السلامه. اخيرا شاركتوا معانا بعد 9 مواسم، اخيرا. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. ازي حضرتك دكتوره سلمى؟ لسه ما اخترتيش التخصص؟ لا، بس خلاص قررتي انك هتخش طب باذن الله. واخبار التمثيل ايه؟ بتمثلي في مدرسه ولا لا؟ هو انا اشتركت في مسرحيه كانت غنائيه، يعني كان ليها هدف اللي هو التلوث، ننشره بوعي كويس وباغنيه كويسه وبتمثيل كويس. عملناه على مستوى المدرسه، عملناه على مستوى الاداره، المحافظ جه شافنا وكرمنا، فده كان شرف كبير. جميل لينا. جدا، ربنا يوفقك يا سلمى. احمد حمدي، روان ادريس، محمد عصام، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسة أبو بكر الصديق. أما المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور الـ16 من محافظة اسكندرية، نرحب كلنا بمدرسة الإقبال الرسمية. مدارس الإقبال القومية، أنشئت مدارس الإقبال عام 1973، هي كيان تعليمي يقدم خدمة تعليمية متميزة على مستوى محافظة الأسكندرية، وهي مدارس تابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية وبها نظامان عربي ولغات. رؤيتها هي إعداد طالب واعٍ فكرياً، متطور تكنولوجياً، متميز أخلاقياً، نافع لوطنه ومتفاعل مع مجتمعه. حماس المدرسة الإقبال القومية في ماتش النهاردة 8 طلاب هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم فيروز مصطفى. أنا بحترف جدا دور البنك الأهلي في تطوير المدارس الحكومية، فأنا شايفة إن احنا لازم نجاوب أكبر قدر من الأسئلة علشان يبقى لنا دور في تطوير المدارس الحكومية في مصر. عمرو مصطفى. برنامج العباقرة ساعدني إن أنا يبقى عندي معلومات كتيرة في كذا فرع،
وان شاء الله على نهايه الموسم نوصل للنهائي ويبقى عندي صداقات كتيره في كذا مدرسه ثانيه. سعاد رضا. برنامج العباقرة ساعدنا ان احنا نطور تفكيرنا، ما بقيناش مجرد طلاب قاعدين في فصل، فتح افاقنا، بقينا بندور على كل المعلومات في كل المجالات، وده المكسب الحقيقي من البرنامج. عبد الرحمن غلام. انا استعديت النهارده لتحت الضغط، واصحابي وزمايلي اللي في الفريق ساعدوني جدا، وانا اتمنى انه ان شاء الله اجاوب على اكبر عدد من الاسئله النهارده، وان انا ندخل الفقره اللي بعدها مرتاحين. الاقبال القوميه اي ال اس، الحمد لله على السلامة. القاهرة منورة. ربنا يخليك. أخيرا شاركته. الحمد لله. ميزة ماتش النهاردة إن أنتوا الاتنين بتلعبوا لأول مرة. محدش أحسن من حد. محدش عنده الخبرة. فيروز إحساسك إيه وأنتِ موجودة في استوديو العباقرة؟ مبسوطة طبعاً جداً يعني. عايز تبقي دكتورة. دكتورة قلب. أيوه. ليه اخترت التخصص ده؟ والله هو أنا يعني من وأنا صغيرة بحب الدكتور مجدي يعقوب جداً. مش انت بس، كل مصر الناس. كلها بتحب دكتور مجدي يعقوب، نحيي كلنا الدكتور مجدي يعقوب طبعا. فطبعا كنت ببص على الاعلانات بتاعت مؤسسه مجدي يعقوب للقلب، وبعدين بقول يعني قد ايه دكتور مجدي يعقوب يعني غير ان هو دكتور مشهور ومعروف، انسان بجد ان هو كل العلم بتاعه عايز يعني يعالج بيه الاطفال او الناس المرضى مرضى القلب يعني، وكمان عايز كل علمه يبقى مش ليه لوحده، عايز كل الناس تنتفع بعلمه. بس فيعني كان حلم حياتي بقى ان انا ابقى يعني تلمذته، او حتى يعني ابقى تلميذ حد من تلامذته. ان شاء الله هتحقق حلمك يا فيروز. مستعد للماتش النهارده؟ ان شاء الله. بالتوفيق. عمرو مصطفى، سعاد رضا، عبد الرحمن غلاب، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نرحب مدرسه اي ال اس. تشجيع قوي جدا في الاستوديو، تشجيع قوي جدا في ماتش النهارده. العباقره في الموسم التاسع، ست فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه بنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: من هو عالم الكيمياء المصري المعروف بابحاثه في كيمياء الفيمتو ثانيه؟ سعاد. احمد زويل. الدكتور الراحل احمد زويل. طبعا اجابه صحيحه. ضحكتوني والله، ده سؤال السرعه فعادي بيتجاوب سؤال السرعه، ما تقلقوش. سعاد هتختاري مين اللي يبتدي الاول؟ المدرسه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسه ابو بكر الصديق هتبتدي الاول، واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. أبو بكر الصديق عندكم سؤال في جغرافيا، في جوكر جغرافيا، والسؤال هو: إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة زيلاند؟ إلى أي دولة اسكندنافية تتبع جزيرة زيلاند؟ 10 ثواني. من أكبر الجزر في الدولة دي؟ الدنمارك. الدنمارك. عصام إجابة صحيحة. فعلا الدنمارك هي الإجابة الصحيحة. أول 10 نقاط لمدرسة أبو بكر الصديق. يا لس، عندكم سؤال في الجغرافيا، جوكر في الجغرافيا ولا فين؟ في العلوم. في العلوم، مكررين من الأول. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: يطل على بحر قزوين 5 دول، فما هي أكبر دولة بينها من حيث المساحة؟ فيروز إجابتك دوستي غلط. لازم ناخد بالنا. تمام. إجابتك إيران. إيران يا فيروز إجابة خاطئة. عصام إجابتك روسيا. أنتوا عارفين 5 دول ولا لا أصلا؟ لا مش عارفين. 5 دول: إيران، وروسيا، أذربيجان، كازاخستان،
تركمانستان وروسيا. إجابة صحيحة. أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع، وبكده النتيجة 20 أبو بكر الصديق الشرقية. وعندكم سؤال في التاريخ، بتقول لهم هدوا اللعب. تاريخ، والسؤال هو: من هو السلطان العثماني الذي قام بترميم قلعة العريش عام 1560؟ روان، إجابتك سليم الأول. سليم الأول إجابة خاطئة، مش سليم الأول. في إجابة عبد الرحمن. سليمان القانوني. سليمان القانوني كان من 1520 ل 1566. إجابة صحيحة. عبد الرحمن. أول 10 نقط هي لس. النتيجة 10 هي لس. 20 أبو بكر الصديق. هي لس. عندك سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: في عام 1958 استقلت غينيا عن إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ في عام 1958 استقلت غينيا عن إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ فيروز. فرنسا. بصي سعاد عملت إزاي؟ ليه يا فيروز قررتي لوحدك؟ فيروز اتعادلتي. إجابة صحيحة. فرنسا هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا فيروز. النتيجة تعادل 20-20. سعاد كنت عايزة تقولي إيه؟ كنت شاكة في البرتغال. قلت لهم فرنسا. فيروز حظك حلو، الإجابة كانت عندك صح، وكان النتيجة تعادل 20-20. أبو بكر الصديق عندك سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو: من هو الشاعر الفلسطيني صاحب كتاب يوميات الحزن العادي؟ من هو الشاعر الفلسطيني صاحب كتاب يوميات الحزن العادي؟ فات 10 ثواني وفاضل 5 ثواني. محمد عصام، إجابتك تميم البرغوثي. تميم البرغوثي إجابتك أنت ولا إجابت مين؟ أنا 4. إيه لسه عندكم إجابة تانية؟ محمد. واضح أنهم عندهم إجابة تانية. إجابة خاطئة. عبد الرحمن. أحمد طوقان. عبد الرحمن إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: محمود درويش، سميح القاسم، عبد اللطيف عقل، غسان كنفاني. محدش عايز ياخد الريسك. عمرو كنت عايز تقول ايه؟ محمود درويش. الإجابة الصحيحة محمود درويش. السؤال الثاني في الأدب إيالاس أدب، والسؤال هو: من هو الفيلسوف الفرنسي صاحب كتاب مبادئ الفلسفة؟ مين الفيلسوف الفرنسي اللي كتب Principles of Philosophy؟ فاضل 5 ثواني. ثانية. بص، ريني ايه؟ ريني كالفاني تقريبا. عبد الرحمن، إجابة خاطئة. في إجابة؟ أحمد حمدي. ديكارت إجابة صحيحة. ريني ديكارت. عبد الرحمن، ريني ما نقدرش ناخده كإجابة صحيحة. احنا زي شيكسبير كده، زي ديكارت، دي اسماء ممكن ناخدها كإجابة صحيحة، بس لما تقول ريني ما نقدرش نعتبرها إجابة صحيحة. ديكارت يا احمد إجابة صحيحة ب10 نقط،
كان النتيجة 30 أبو بكر الصديق، 20 ELS. ودلوقتي آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال لمدرسة أبو بكر الصديق، في جوكر؟ لا هنرجع بيه الشرقية؟ إن شاء الله. علوم، والسؤال هو ما هو العدد الذري لعنصر فليروفيوم؟ ما هو العدد الذري لعنصر فليروفيوم؟ عشر ثواني. ثانيتين. 19 ثانية. عندك حق يا سلمى، هنقعد نتناقش لغاية امتى؟ اجابتك 32. سلمى اجابة خاطئة. في اجابة؟ فيروز اجابتك 104. خدتي رأيهم؟ اه. اتفقتوا على 104؟ انتوا الاربعة؟ اه. اجابة خاطئة. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. 76 114 98 115. فيروز 114. خدتي الريسك ليه؟ انا اصلا قلت من الاول 114، وبعد كده قعدت افكر شويه قلت لا خليها 104. يعني خليها 104. ارتحت اكتر ل 104 بس. يلا. ارتحتي اكتر؟ طب و 114 مرتاحه لها اكتر دلوقتي؟ اه ما انا قلتها بقى في ارتي. انا شخصيا مرتاح لها. اجابه صحيحه. 114 هي الاجابه الصحيحه، ونتيجه تعادل 30-30. مباراه جميله جدا والله، ودمها خفيف الحقيقه. إيه لأس، عندكم آخر سؤال في الفقرة. سعاد، إزيك يا سعاد؟ الحمد لله. سعاد عايزة تبقي دكتورة تغذية، عجبني التخصص ده، ليه يا سعاد اخترتي المجال ده؟ هو عشان إحنا عندنا في مصر فكرة غلط شوية عن الأكل. طب فهمينا من وجهة نظرك، عايزة تعلمي الناس إيه في موضوع التغذية؟ إن مش أي أكل يتاكل في أي وقت، دي حاجة مهمة. الناس اللي بتاكل الساعة 12 بالليل رز ومكرونة، صح؟ ايوه. ايه كمان؟ كبناء جسم من الانسان وهو لسه صغير، يعني يبني ازاي يهتم بصحته، ازاي يلعب رياضة ايه بالظبط كده. جميل جدا. المجال اللي انت بتتكلمي فيه ده مهم جدا، لان فعلا احنا ما عندناش الثقافة دي. اشكرك يا سعاد على الفكرة. خلينا نروح لروان الريس. ازيك يا روان؟ الحمد لله. وليه يا روان عايزة تبقي دكتورة اطفال؟ اشمعنى اخترتي المجال ده؟ هو انا اقدر اساعدهم، اللي هو انا بحب الاطفال وبحب التعامل معاهم، فاقدر بقى اللي هو افهمهم. دول اكتر ناس مش بيبقوا عارفين، مش بيعرفوا يعبروا ايه تعبهم او كده. جميل جدا، ربنا يوفقك يا رب. اخر سؤال في الفقره، ويا لاس وفي جوكر، دوس على البازر. علوم، والسؤال هو ماكسويل هو من اعلى الجبال ارتفاعا باحد كواكب المجموعه الشمسيه، فما هو؟ ماكسويل هو من أعلى الجبال ارتفاعاً بأحد كواكب المجموعة الشمسية، فما هو؟ شكلك كده عندك الإجابة إن شاء الله. إجابتك؟ المريخ. المريخ بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. مش صح يا عبد الرحمن. في إجابة؟ إجابتك مشترى. إجابة خاطئة. طيب هيبقى عندنا دلوقتي، خلي بالكوا، أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. عطارد، الزهرة، أورانوس، نبتون. مين هياخد الريسك؟ عبد الرحمن بيعمل لهم كده، محدش يقرب. كنت عايز تقول ايه؟ عطارد. عطارد، لان هو اكيد من الكواكب الصخريه. اكيد تاني؟ انا مش عارف. الحمد لله انك ما قلتش عطارد، جت سليمه يا عبد الرحمن. في اجابه يا سلمى؟ كنت عايز اقول اورانوس وانا برضه. اورانوس، والله انت كمان الحمد لله انك ما قلتيش. الاجابه الصحيحه الزهره. النتيجه في نهايه الفقره تعادل 30 أبو بكر الصديق الشرقية،
30 ELS اسكندرية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس مباراة جميلة جدا في دور الـ 32، وهفكركم بالنتيجة. مدرسة أبو بكر الصديق الشرقية 30 ومدرسة ELS اسكندرية 30 تعادل. ELS عندنا تغيير، سندريلا ياسر نزلت مكان فيروز مصطفى دكتورة أسنان. إن شاء الله. إزيك يا سندريلا؟ تمام الحمد لله. عاملة إيه؟ كويس. ليه بقى عايز تبقى دكتورة أسنان؟ ليه؟ لان كان عندي فتره كبيره وانا صغيره كنت بروح دكاتره اسنان كتير، فلما بدات اكبر بقى في السن شويه بدات اقرا عن الموضوع، بلس ان في مصر عموما فكره ان دكتور السنان ده رعب، يعني في ناس ممكن تستحمل الم وما تروحش لدكاتره اسنان لان هو مرعب. انت عايز تغير الفكره ده؟ ان احنا والله يعني هما طيبين، يعني مش بيعملوا حاجه. هما كمان ادمين طيبين بس الموضوع نفسه صعب. اكيد، ما كل الطب فيه الم. صح، كل اكيد. التوفيق يا سندريلا. يا رب ان شاء الله. اسمك اسم جميل. ميرسي. حصل عندنا كمان تغييرين في مدرسة أبو بكر الصديق. أبنوب مدحت نزل مكان أحمد حمدي، وأميرة محمد نزلت مكان روان الريس. دكتورة قلب. النهاردة عندنا دكاترة كتير ما شاء الله، يعني ليه عايز تبقى دكتورة قلب بقى يا أميرة؟ لأن القلب ده أهم عضو في جسم الإنسان، يعني بدونه مفيش حياة. وبعدين كنت بحب من صغري، بحب دكتور مجدي عوب قوي، ولما بشوف طفل بيتألم من وجع من ثقب في قلبه، يعني أنا يعني من أمنيات حياتي أني أعالج الأطفال دي. جميل جدا أن أنتوا يبقى عندكم إحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، حاجة مشرفة جدا. بالتوفيق يا أميرة. شو. نرجع بقى للماتش النهاردة والفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أميرة وسندريلا، سندريلا وأميرة، أميرة وسندريلا، سندريلا وأميرة. وسؤال في المعلومات العامة، وسندريلا وأميرة ما عندهمش روح رياضية. تمام. يا سلام، بقى عندكم فجأة روح رياضية وبقيتوا أصحاب وحبايب وكده، صح؟ معلومات عامة. والسؤال هو: في أي شهر من شهور السنة يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة؟ بيحتفلوا بيه من سنة 1974، 46 سنة. في شهر إيه بقى؟ أبريل. إجابة خاطئة. نوفمبر. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 5 يونيو من كل سنة. اتفضلوا. رياضة سلمى وسعاد، حاجة جميلة جدا، قال الأربع ولاد قاعدين ومنزلين بنتين في الرياضة، والله دي يعني علامة جديدة. رياضة. والسؤال هو: من هي لاعبة التنس الروسية التي أعلنت اعتزالها اللعب في فبراير 2020؟ حصلت على 5 ألقاب جراند سلام. مين؟ كان عندها 32 سنة. ماريا شاربوفا. ماريا شاربوفا. إجابة صحيحة. برافو عليك يا سعاد. 10 نقط مهمين جدا لإي إل إس، وخدت منك 16 ثانية عقبال ما جمعت الاسم. الاسم مش سهل، اسم روسي مش سهل. سبتوا الرياضة وسعاد جاوبت أهي. نازلين في التكنولوجيا. والسؤال هو:
في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة الألعاب تشيس بيز؟ تشيس بيز في دولة أوروبية. بريطانيا. وأنا براجع معاهم السؤال قلت لهم أول إجابة هتبقى بريطانيا، وبريطانيا إجابة خاطئة. أبانوب. ألمانيا. أبانوب أنت عايز تخش صيدلة ليه؟ مش معنى صيدلة؟ أنا شايف إن الدكتور الصيدلي يعني الناس مش بتقدره زي الدكتور البشري. يعني الدكتور أنا مثلا لما حد بيسألني عايز تدخل كلية إيه فبقوله دكتور صيدلي، بيقول لي هتبقى بياع يعني. فالناس واخدة فكرة إن الدكتور الصيدلي يعني أقل من الدكتور البشري، مع إن الاتنين يعتبر زي بعض. أصل كمان الصيدلة مش معناها إن أنت لازم كمان يبقى عندك صيدلية أو تشتغل في صيدلية، أنت ممكن تشتغل في صناعة الأدوية، وده مجال كبير جدا وصعب جدا، في كمية أمراض في الدنيا مش عارفين نلاقي لها أدوية مظبوطة. أبانوب، نرجع لسؤالنا، فاكره ولا مش فاكره؟ تشيس بيز في أي دولة أوروبية؟ برافو عليك، وأنت قلت ألمانيا. وألمانيا إجابة صحيحة. تعادل 40-40. برافو عليك يا بنور، فعلا في ألمانيا. هدوم جمهور، النتيجة تعادل 40-40. آخر سؤال في الفقرة في القدرات الذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 990 على 30 زائد 25 في 8 يساوي كام؟ 233. 233 إجابة صحيحة. برافو عليك يا عمرو. 233 هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 50 ELS 40 أبو بكر الصديق. المباراة سجال، مباراة صعبة وجميلة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديعة. الأسئلة تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو من هو الفنان الذي لعب دور فاتين في فيلم حرامية في تايلاند؟ سعاد إجابتك. ماكيد الكدواني. خطفت منكم البازر يا أبانوب، ومن إخراج ساندرا نشأت. إجابة صحيحة. ماكيد الكدواني هي الإجابة الصحيحة، وبكل نتيجة 60 ELS 40 أبو بكر الصديق. السؤال اللي جاي هنسمع أغنية الأول. أغاني موسيقى، والسؤال هو في أي من أفلام شركة ديزني أدت الفنانة فروزن؟ استعجلت يا سندريلا، وفروزن إجابة خاطئة. خلوني بقى أقول لكم السؤال من الأول عشان سندريلا استعجلت. في أي من أفلام شركة ديزني أدت الفنانة نايومي سكوت هذه الأغنية؟ أبانوب. The Beauty and the Beast. Beauty and the Beast إجابة خاطئة. الأغنية كان اسمها سبيتشلس، فيلم أهو ألادن. الجمهور كله عارف ما عدا أنتوا الأربعة. ألادن هي الإجابة الصحيحة، وهارد لك للمدرستين. السؤال الثالث، لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة أوروبية تقع الكاتدرائية الشهيرة في الصورة؟ في أي دولة أوروبية تقع الكاتدرائية الشهيرة في الصورة؟ ألمانيا.
ألمانيا. إجابة خاطئة، مش في ألمانيا. عصام إجابتك بريطانيا. بريطانيا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إسبانيا. آخر سؤال في الفقرة سرعة البديعة، والسؤال هو كم عدد نقاط الحروف في النص بالصورة؟ سندريلا 13. استعجلتي سندريلا. إجابة صحيحة، هم 13 فعلا يا سندريلا. 10 نقط ليالس، وبكده النتيجة 70 ليالس 40 أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق المباراة لسه في الملعب، محتاجين تركزوا الفقرة اللي جاية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 220,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم التاسع، ومباراة جميلة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. ELS 70 وابو بكر الصديق 40. وابو بكر الصديق حصل عندنا تغيير، احمد حمدي رجع مكان ابانوب مدحت. ازيك يا احمد؟ يسلم حضرتك. احمد عايز تبقى زي اختك دكتور بالزبط. اسنان بالظبط. ايه اللي شجعك انك تكمل المشوار مع اختك؟ انا شفت اصرارها على تحقيق حلمها واصرارها اللي هي تختار ده، مع انها مثلا جالها كليه مثلا احسن، بس هي اختارت طب اسنان. مفيش حاجه اسمها احسن واوحش. ليه؟ اللي بيدخل اعلام بيبقى بيحاول يحقق حلمه، اللي بيدخل ألسن بيحاول يحقق حلمه. هديك مثال، اختي دكتوره في الجامعه، في ثانويه عامه طلعت الثانيه على الجمهوريه ان شاء الله، ودخلت آداب، مع إن آداب دي كانت بتاخد، بس هي عايزة تدرس الأدب الإنجليزي، هي محددة حلمها. فأنت كمان ممكن تجيب 99 ويبقى عندك فرصة تخش طب، وتخش طب أسنان، صح ولا غلط؟ صح. ربنا يوفقك يا أحمد يا رب. وحصل عندنا تغيير فيها لس، فيروز مصطفى رجعت تاني مكان سندريلا ياسر. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط 10 أسئلة في 45 ثانية. مدرسة أبو بكر الصديق اختارت محمد عاصم وعبد الرحمن غلاب من ELS، تفضلوا. 10 أسئلة في 45 ثانية، ومين أول واحد هيبتدي؟ أنا. بالظبط كده عبد الرحمن، هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. عند سليم، تفضل يا عصام. محمد، عصام، كل اصحابك بيقولوا لك يا عصام ولا بيقولوا لك يا محمد؟ الاثنين عادي. الاثنين، بس الاغلب عصام. الاغلب عصام، تمام. تعال نطمن على عبد الرحمن كده، استمتع بالاغنيه، بس ما تقلقش هيجي مكانك حالا، وهيبقى تحت الضغط برضو ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله. لو الاجابه مش عندك هتقول ايه؟ بص، اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة سيراليون؟ الهولندية. غلط. في أي قارة تقع دولة لاتفيا؟ أمريكا الجنوبية. غلط. ما هو العدد الذري لعنصر الأرجون؟ 18. صح. حكاية روح هي أغنية صدرت عام 2013، فمن قام بغنائها؟ وهاب. غلط. ما هي جنسية الكاتب مارك توين؟ ألماني. غلط. تطل دولة الصومال على أحد المحيطات، فما هو؟ محيط الهند. صح. ما هو نظام الحكم في دولة مالي؟ مالي جمهوري. صح. ملك فرعوني دعا لعبادة الإله أتون. خناتون. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور شيرين في فيلم زكي شان؟ باص. من هو لاعب نادي الأهلي الراحل الملقب بالمايسترو؟ صلاح سليم. صح.
الباس. من هي الفنانة التي قامت بدور شيرين في فيلم زكي شان؟ خلصت 10 أسئلة والحقيقة برافو عليك لأن أنت بتاخد القرار. لو الإجابة عندك بتقول مش عندك الإجابة بتقول باس. كم إجابة صح؟ 4. 5 إجابات صح. نحيي كلنا محمد عصام، اتفضل تعالى مكاني. سليم عايزين عبد الرحمن ينضم لينا. 5 إجابات صح ب 25 نقطة. هنشوف عبد الرحمن هيعمل إيه. عبد الرحمن تحب تعرف عصام عمل إيه ولا لأ؟ لأ مش عايز تعرف. خليها مفاجأة؟ تمام نخليها مفاجأة. لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ باس. ما قلتش أي حاجة هفضل ساكت. لعلمك لمحمد عصام قدرت أقول العشر أسئلة بالكامل وكان فاضل 4 ثواني، فهو خد العشر أسئلة. اتفقنا؟ اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة سيراليون؟ إنجليزية. صح. في أي قارة تقع دولة لاتفيا؟ أوروبا. صح. ما هو العدد الذري العنصر الأرجون؟ 36. غلط. حكاية روح هي أغنية صدرت عام 2013، فمن قام بغنائها؟ عبد الحي حافظ. غلط. ما هي جنسية الكاتب مارك توين؟ سويدي. غلط. تطل دولة الصومال على أحد المحيطات فما هو؟ أطلنطي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة مالي؟ جمهوري. صح. ملك فرعوني دعا لعبادة الإله أخناتون. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور شيرين في فيلم زكي شان؟ باس. من هو لاعب نادي الأهلي الراحل الملقب بالمايسترو؟ باس. من هي الفنانة التي قامت بدور شيرين في فيلم زكي شان؟ باس. تفضل عبد الرحمن. 4 إجابات. أربع إجابات صح يا عبد الرحمن ب20 نقطة، ومحمد عصام عنده 5 إجابات ب25 نقطة. عبد الرحمن هتدي لمحمد عصام 10 نقط دي. كلنا نشكر عبد الرحمن ومحمد عصام، اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. محمد عصام كنتوا كام؟ كنا 40. 40. كم إجابة صح؟ 5. 5 إجابات ب25 نقطة و10 نقط هدية يبقى 35. 40 و35 كام؟ 75. 75 مدرسة أبو بكر الصديق. عبد الرحمن 4 إجابات صح ب20 نقطة، كنتوا كام؟ كنا 70. بقيتوا 90. تعالوا بقى نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. حكاية روح هي أغنية صدرت عام 2013، فمن قام بغنائها؟ رامي جمال. ما هي جنسية الكاتب مارك توين؟ أمريكاني. من هي الفنانة التي قامت بدور شيرين في فيلم زكي شان؟ ياسمين عبد العزيز. كل الجمهور بيقول ياسمين عبد العزيز. عبد الرحمن، من هو لاعب النادي الأهلي الراحل الملقب بالمايسترو؟ صالح سليم. طيب ما الإجابة عندك اهي. هارد لك. المباراة سجال، قربنا تاني، فرق 15 نقطة. الفقرة اللي جاية أكيد هتفرق. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس. أول 2 محمد عصام اتفضل من أبو بكر الصديق، وفيروز مصطفى من ELS اتفضلي. محمد عصام عايز تخش طب عسكري. خدت القرار ده ازاي؟ يعني تعرف مثلا ضابط عسكري ودكتور او مهندس؟ انا اعرف واحد دكتور طبعا مشهور جدا، دكتور مهدي محمد رئيس وزراء ماليزيا، فهو انا بحبه جدا وبحب طريقه تفكيره وادارته لبلده، مثلا اعلى في الطب. وطبعا طب عسكري لان الجيش المصري مفيش خلاف عليه. طبعا مفيش خلاف عليه. اشكرك وربنا يوفقك يا عصام. السؤال الاول جغرافيا. تقع شبه جزيرة القرم بين بحر أزوف وبحر آخر فما هو؟ شبه جزيرة القرم. البحر الكاريبي. البحر الكاريبي إجابة خاطئة.
بحر تيمور. بحر تيمور؟ اسمعنا بحر تيمور يعني ارتجالات بقى. ارتجالات لا دي اسمها ابداعات. يعني انت بتبدعي. فيروز اجابة ايه؟ غلط. لا اجابة مضحكة. الاجابة الصحيحة البحر الاسود. اتفضلوا. احمد حمدي وعبد الرحمن. عبد الرحمن واحمد حمدي والسؤال الثاني والهدف الاول. لسه ما عندناش اهداف، روح رياضيه. السؤال الثاني، فنون، من هو المطرب اللبناني صاحب اغنيه غريبه الناس؟ حدش يكلم. كاظم الساهر. كاظم الساهر اصلا مش لبناني. مش لبناني، عراقي. إجابة إيه؟ مضحك. لا إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا مش أتذكر. ما فيش إجابة. الجمهور بصوت عالي. مش متذكر. الجمهور كله يعني أنا اتخضيت، يعني تخيلت إن في 10 هيجاوبوا، الجمهور كله جاوب. وائل جسار اتفضلوا. دلوقتي السؤال الثالث، سلمى وعمر. عمر وسلمى، تخيلوا ما عندهاش ولا هدف، وبعدين هنفضل كده كتير ولا ايه؟ السؤال الثالث، قدرات ذهنية. حل المسألة الآتية، 180 على 6 في 12 زائد 50 يساوي كام؟ إجابتك؟ 86. إجابة خاطئة. عمرو. 365. 365 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة كام؟ تخيلوا بقى إنها تتحل من غير ورقة وقلم. التوتر مأثر عليكم وخليكم مش عارفين تركزوا. السؤال ده كان سهل يا عمرو. هارد لك يا سلمى. اتفضلوا. آخر سؤال، سعاد وأميرة. أميرة وسعاد، اللي هيجاوب هيرجع ب 25 نقطة. 75 و25 100. دي محتاجة تركيز. 75 و25 100. 90 و25 110. 115. ده انتوا لو كنت نزلتوا في قدرات ذهنية كنت أبدعتوا. السؤال الرابع، أدب. من هي الكاتبة المصرية الراحلة صاحبة المجموعة القصصية رأيت النخل؟ رضوى عاشور. رضوى عاشور الهدف الأول. برافو عليك يا أميرة، ما عندكيش حاجة تخسريها. برافو عليكي. 25 نقطة وبكده النتيجة اتغيرت. شفت اللي حصل؟ الفقرة الرابعة والخامسة خلوا مدرسة أبو بكر الصديق تتقدم. النتيجة 100 أبو بكر الصديق، 90 يا لسه. المباراة قوية جداً وجميلة من أول فقرة. أنا حسيت في لحظة إن إيه الأس بيحاولوا يخطفوا الماتش ويجروا. أنا كان نفسي أجاوب أسئلة أكتر فقط تحت الضغط عشان نتعادل مع مدرسة الإقبال. الحمد لله أن قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله نعد أحسن. إجابة صحيحة. تحت الضغط وضربات الجزاء غيرت النتيجة وأبو بكر الصديق تقدمت. الهدف الأول بنزولي في ضربات الجزاء، والآخر هدف رجع الأمل لينا تاني، وإن شاء الله نكمل على السكور ده ونكسب. آخر سؤال في ضربات الجزاء، للأسف ما حصلش نصيب، وإن شاء الله نعوض في حاجات الحظ. مباراة صعبة جدا والنتيجة متقاربة جدا. المباراة صعبة على المدرستين، اللي هيقدر يحافظ على ثباته الانفعالي في الأربع أسئلة الجايين هو اللي هيقدر يكمل مشواره. خلينا نشوف هيحصل ايه مع عجلة الحظ، نكمل ماتش النهارده الصعب.
المباراة لسه في الملعب، وطبعا بالنتيجة دي ماتش زي ده ممكن يخلص مع آخر سؤال. خلينا نخرج فاصل ونرجع مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الستاشر، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 380 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. مدارس الموسم التاسع، وهفكركم بالنتيجة. أبو بكر الصديق 100، ELS إسكندرية 90. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الستاشر، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة. وأول سؤال دعاء أحمد، اتفضل يا دعاء. دعاء أحمد، والسؤال الأول هنشوف موضوع السؤال إيه. معلومات عامة، تفضل يا دعاء. سؤال في المعلومات العامة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لغتها الرسمية هي الإسبانية؟ ما هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لغتها الرسمية هي الإسبانية؟ ثانية، في الثانية الأخيرة يا عصام. محمد عصام، إجابتك؟ زامبيا. إجابة خاطئة. عم سيراليون. سيراليون إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة غينيا الاستوائية. سؤال التاني، حبيبة. حبيبة عبد الحميد، اتفضلي حبيبة. هنشوف حبيبة. والسؤال التاني موضوعه إيه؟ قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 88 × 4 زائد 50 × 4 على 10 يساوي كام؟ ثانيتين. عمرو إجابتك؟ 372. 372 يا عمرو ب30 نقطة. إجابة صحيحة. سؤال صعب، سؤال صعب الحقيقة. السؤال كان صعب يا عمرو، برافو عليك. في الثانية الأخيرة تستحق 30 نقطة. النتيجة 120 ELS، 100 أبو بكر الصديق. الجمهور يهدى شوية. عبد الله أحمد، تفضل يا عبد الله. السؤال الثالث هنشوف موضوع السؤال إيه. جوكر عبد الله، عملت اللي عليك وجبت جوكر، تحب تسأله في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، تمام. يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر.
قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 9 في 19 زائد 45 على 3 ناقص 86 يساوي كام؟ خمس ثواني. ثانية. مفيش إجابة. في إجابة؟ عمرو إجابتك 100. 100 ب 30 نقطة يا عمرو، اتأهلتوا لدور ال 16. إجابة صحيحة. 100 هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا عمرو. 100 هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا عمرو. عمرو مصطفى، سؤالين في القدرات الذهنية. الحمد لله. عشان كده انت عايز تدخل هندسة بقى. ان شاء الله. صح. عايز تبقى بروجرامر. ان شاء الله. عايز تتخصص في ايه؟ في الغالب بختار بين بروجرامينج ومعماري، بس في الغالب بروجرامينج ان شاء الله. برافو عليك يا عمرو، اتمنى لك كل التوفيق. يا رب. ابو بكر الصديق، ما اقدرش اقول لكم غير هارد لك. انتوا عملتوا مباراة قوية وقدرتوا ترجعوا في المباراة تاني وتقدمتوا بعد ما كانت النتيجة 70-40. حقيقة انتوا مستواكوا كويس، والقدرات الذهنية هي اللي فرقت معاكوا، فمحتاجين ترجعوا تاني، تستعدوا تاني يا سلمى وتقدموا تاني. اتفقنا؟ آخر سؤال، عبد الله. اتفضل يا عبد الله من مدرسة ELS. عبد الله أسامة، وآخر سؤال. علم. سؤال في العلم، يعني يا جغرافيا يا تاريخ يا أدب يا علوم. علم، والسؤال هو أدب. من هي الكاتبة الإنجليزية مؤلفة رواية سير تشارلز جرانسون؟ سير تشارلز جرانسون مين؟ عمرو. فيرجينيا وولف. فيرجينيا وولف بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. مش فيرجينيا وولف. في إجابة؟ أحمد حمدي. جين أوستن. قبل ما أقولك إجابتك صح ولا غلط، أفضل لاعب في ماتش النهاردة بسبعين نقطة عمرو مصطفى بسبعين نقطة. أحمد حمدي، جين أوستن بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. جين أوستن هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة 120 أبو بكر صديق، 150 ELS اسكندرية. تاني بقول مدرسة أبو بكر صديق هارد لك، لعبتوا مباراة قوية، الفرق هو فرق سؤال واحد في النتيجة، هو سؤال القدرات الذهنية اللي هرب منكم. أتمنى إن أنتوا تستعدوا وترجعوا تاني في الموسم العاشر. اتفقنا؟ إن شاء الله. كلنا نحيي مدرسة أبو بكر الصديق بالشرقية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 270 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 540 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 4,410,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. ELS ألف مبروك، اللي جاي أصعب، اتمنى لكم كل التوفيق، اتأهلتوا لدور ال 16. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع العباقرة.